السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده كان طفل عنده حوالي 13 سنة. الكلينيشن شاكك إن عنده هيباتوسبرمينوجري بالإكزامينيشن، وعنده رايت أبر كوادرانت بين، فممكن يعني يقول لي استبعد لي هيباتيتس، استبعد لي كوليسيستايتس، لحسن يكون فيه هيموليتيك أنيميا. نبص ونشوف. السبلين انلارجت، الليفر انلارجت، وممكن معاه شوية أسايتس. فأنا بتكلم في هيباتوسبرمينوجري. الليفر بارينكما يعني شويه كده كورس ماشي نكمل، ده سنه صغير. في شويه اسايتس، في جول بلادر ايديما، بلاش بقى نقول تيكنينج، او عايز تقول تيكنينج نتيجه ايديما، معناها ماشيه مع الجنرال كونديشن، يعني دي مش كوليسيستايتس. طيب نكمل. لقينا المنظر ده في الكوديتلو. نورمالي لو انا واقف ال اس في الميد لاين، الكوديتلو مش هتلاقي بلش اوت سايد. الكوديت لوب حجمه هيبقى تقريبا لغايه هنا، يعني تلت الليفت لوب، لكن هنا تقريبا قد الليفت لوب، فده هايبرتروفايد كوديت لوب بلجنج اوت سايد الليفر كونتور، والسايز يعني تقريبا واحد لواحد قد الايه، قد الليفت لوب. وفي ابنورمال اورينتيشن للفيسلز، ابنورمال شيب، فده دليل ان في ايه، في كولاترالايزيشن. انا كده جايبه تي ال اس وده تي اس، ده كده اللي جابين تامبينوسم والبورتال اللي هي الحدود بتاعته، ومفروض هنا ايه الاي في سي. فعندنا كده هايبرتروفايد كوديتلو وفيه كولاترال فيسلز، ده دليل ان في باثولوجي حصل في الليفر بتاع الولد الصغير ده. ما تيجي ندور بقى على الباثولوجي ده. اهو ده رايت هيباتيك بين، او البريسيوم سايت بتاعه، المفروض كان فيه هنا بيتنت هيباتيك بين زمان، لكن هنا دلوقتي عباره عن ايه، ايكوجينيك كورد لايك ستراكشر ريبليسنج الهيباتيك بين. ده ممكن يكون هو كونجينيتالي اتولد بيه كده هاتريتك، او حصل فيه كرونيك ثرومبس وبقت بعد كده فايبروتيك، تمام، وباقي الهيباتيك بينز اتنويتد، عشان كده بدا يحصل كونجشن في الليفر اللي عمل ستريتش للجليسم كبسول اللي عمل الرايت ابر كوادرنت بين. بعد كده طبعا البورتال هايبرتنشن بقى والسبلينوميجالي والاسايتس اند سو اون، فده اتس كيس اوف كرونيك باد كير. يبقى انا عندي اتنين كاتيجوري من الباد كير، عندي الكرونيك اللي هنلاقيه ايه في ايكوجينيك كورد لايك ستراكشر فينس ويب اتريتيك وايفن ابسنت نون فيجواليزد هيباتيك فينز، ومعاها طبعا هايبرتروفايد كوديت لوب. باقي الليفر هيبقى فيه اليمنت اوف ايه، اليمنت اوف سيروزس، تمام، نلاقي كولاترالايزيشن وكده. الاكيوت باد كاري ممكن يجي طبعا برابيد انلارجمنت للابدومين، رابيد ستريتش الليفر، بينفول ليفر نتيجه ستريتش على الجليسون كبسول، وهنشوف الثرومبس اوريدي. يعني هنا الهيباتيك فينز اوف نورمال كاليبر، لكن ايه اللي فيها؟ فيها ايكوجينيك فلوتنج ثرومبس ماليه كذا حته، وفي اتنويشن كده اللي هي الاوريجن بتاعها جوه الاي في سي. فانا عندي اثنين كاتيجوري من باد كاري، يا اما الاكيوت باد كاري يا اما الكرونيك باد كاري. اوكي، نجاوب على الاسئله. انا كنت سالت وقلت ايه هي الاسباب بتاعت الاكيوت ابدومين ويكون سببها الليفر، او في الرايت ابر كوادرنت. الرايت ابر كوادرنت كذا اورجن يسببها. اسباب الليفر في حاجات مشهوره طبعا زي الهيباتايتس، وفي السن الكبير الكونجستيف هيباتوميجلي او كونجستيف هيباتوباثي، تمام، في حاجات انكومن. طيب احد الزملاء سالني السؤال ده فقلت اجاوبه له، وان شاء الله احط لكم لينك للثلاث مواضيع دي من راديو فيديو. هيباتيك فينس اوت فلو اوبستراكشن، ايه اللي بيسببها، ايه المواضيع اللي بتعملها عشان بيحصل يعني تداخل كده ايه ما بينهم وبعضها. اول حاجه انا عندي كده الليفر بارينكما، وعندي اللي هي مليانه ساينوسايتس، وعندي كده الهيباتيك فينس اللي بالدرين والاي بي سي والرايت سايد اوف الهارت. لو الاوبستراكشن حصل along السينوسايتس، يعني along الليفر بارينكما، طبعا هتدخلنا في سيروزس وبورتال هايبرتنشن اند اند. ده بنسميه فينو اوكلوسيف ديزيز، او الاسم الاحدث المفروض نعرفه كده كده الاشعه نتابع سينوسويدال اوبستراكشن سيندروم، تمام. طيب لو حصل القفله على مستوى المين هيباتيك فينز، سواء لينا فينس ويب اتريتيك كورد لايك ثرومبس، في الحاله دي هيبقى بات كياري سيندروم، تمام. طيب اخر واحده بقى لو حصل القفله فوق خالص، ومش هنقول قفله قد ما هي ستجنيشن، رايت سايدد هارت فيلير عمل كونجشن وستجنيشن للاي بي سي والهيباتيك بينز،
ده اللي بنسميه congestive hepatopathy او passive hepatic congestion، ودي الحاله الثانيه اللي انا رافعها معايا. يبقى لو لقينا enlargement dilatation للهيباتيك فينز ومعاها طبعا الاسايتس وكده، انا بتكلم في الباسيف هيباتيك كونجيشن اللي على اللونج ران هيعمل لي كونجستيف هيباتوباثي. لو لقينا اوبستراكشن واتينويشن للمين هيباتيك فينز، يبقى انا بتكلم في البط كياري. اما الفينو اوكلوسيف فانا هلاقي الايفكت بتاعه اللي هي ايه، عباره عن سيروزس. لكن الفينو اوكلوسيف غالبا بيبقى له سبب توكسيك اليمنت اتعرض له العيان، زي مثلا كيموثيرابي، بون مارو ترانسبلانتيشن اند، فده هنلاقي له السبب، لكن مش شرط نلاقي سبب في الهيباتيك فينز. فالهيباتيك فينز ثرومبوزد بات كياري دايليتد كونجستيف هيباتوباثي، تمام، معانا هيستوري معين، هنقوم رايحين ناحيه ايه، الفينو اوكلوسيف. وبالتوفيق ان شاء الله.